السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير عمال تسأل ايه الطرق لزيارة قطر، فهنشوف مع بعض. اللي احنا بنشرحه دلوقتي مش للناس اللي بتدور على شغل، ده للناس اللي جاية زيارة لقطر، حابب يتفرج على حاجات سياحية، حابب ان هو يزور حاجات معينة، او في مثلا حاجات رياضية حابب ان هو يتفرج عليها، فده اللي احنا بنتكلم فيه. انما فيز وحاجات زي كده لا، ده موضوع تاني خالص. طيب الصفحة دي الخدمات، يعني قبل ما تيجي ممكن تحجز مثلا فندق بيجيب لك معلومات عن الافضل فنادق والاسعار، في حاجات خاصة بالتنقلات، في حاجات خاصة بالصحة، في حاجات خاصة بمثلا مصر الطيران، ايه المناسبات اللي موجودة. فلو انت خلاص نويت وحجزت وعملت خطة اللي احنا نقول عليها، ممكن تسطب التطبيق على جوجل بلاي او اب ستور ويبقى موجود معاك طول الوقت، يبقى عندك معرفة بالفعاليات اللي موجودة. طيب انت هتيجي اول مره فهتبدا تقول له ابدا رحلتك مع هيا. انا بالنسبه لي انا مسجل قبل كده، فكده عملت تسجيل للدخول. ممكن تحول اللغه من فوق، ممكن تقول له ابدا رحلتك من مع هيا، او تقول له بطاقتي. فبيسالك بقى هل انت بتخطط ان انت تيجي قطر من خلال الجو ولا من خلال البر، او عايز مكان اقامة. طيب انا بفكر مثلا ان انا هسافر من خلال الجو. طيب انت جنسيتك ايه؟ الجنسية دي بتفرق كتير جدا، لان في مثلا لو انت مثلا من دول الخليج بيبقى فيه تسهيلات شوية، لو يعني كل دولة بيبقى ليها الاجراءات بتاعتها. احنا دلوقتي هنشوف ايه مصر. انت مقيم في احد دول الخليج، يعني انت مصري بس مقيم في احد دول الخليج ولا لا؟ فانا هقول له مثلا نعم. هل تسافر مع كفيل؟ لا. تمام، عندك سمع من دول التالية، الولايات المتحدة او المملكة المتحدة؟ لا. تمام، انا بدور على الحاجة اللي هي ايه الديفولت عند اغلب الناس اللي بتتابع القناة. تمام، فبيقول لك انت عايز سمع زيارة سياحية ولا زيارة لمقيم في دول مجلس التعاون الخليجي، فانت هتشوف اي واحد فيهم. انا اخترت مثلا، فبيقول لك الرسوم 100 ريال قطري بس مش هتسددها غير لما تاخد الموافقة النهائية. تمام، يعني لو انت قدمت في التقديم الاولاني قبل ما يجيلك الموافقة ما بياخدش منك فلوس خالص. تمام، وجات لك الموافقة وخلاص الورقة بتاعتك تنفع تطبعها، هتدفع ال 100 ريال. ممكن في بعض الحاجات هيبقى ليها اعفاءات في حالات معينة، دي صالحة للدخول والاستخدام لمرة واحدة فقط لا غير، غير قابلة للاسترداد لان خلاص انت هتدخل بيها. تمام، ده بالنسبة للاختيار دوت. تمام، طيب لو انا قلت له تأكيد وقلت له لا انا عايز مثلا سمة زيارة، تمام، بيقول لي برضو 100 ريال صالحة للاستخدام مرة واحدة فقط، رسوم مزيد غير قابلة للاسترداد، يرجى تحميل نسخة من لقطة صور الشاشة لتطبيق ابشر. ابشر اعتقد اللي هو في السعودية. طيب خلاص انا اقول له تأكيد واختار الاختيار سمة زيارة سياحية، اقول له عايز ان انا اقدم على سمة الدخول. هو بقى بيطلب منك المعلومات اللي موجودة في جواز السفر وصورة من جواز السفر وهكذا، مجرد بس اجراءات بسيطة تمشي عليها خطوة خطوة. تمام، مش هينقلك لحاجة تانية، يعني كل دول مقفولين ما ينفعش تعملهم غير لما تخلص دي. تمام، انت هنا بتختار فئة الزيارة، خلاص احنا اخترناها. غرض الزيارة عندك اجتماع، مشاركة بمعرض، مشاركة فعالية، اكسبو، زيارة الاكسبو خلص على فكرة. تمام، في حدث رياضي معين، انا رجعت. هترفع بقى الصورة بتاعتك وصورة لجواز السفر. تمام، وتكتب بقى رقم جواز السفر المنطبق للصورة الأمامية، تاريخ الميلاد، تاريخ الانتهاء، النوع. تمام، الحمد لله ما عندناش غير ذكر وأنثى، في مواقع تانية بتلاقي 18 نوع، معرفش ايه هم. الجنسية، بلد الإصدار، نوع جواز السفر، الاسم اللاتيني الأول بالإنجليزي يعني، الاسم الثاني اللاتيني الرابع وهكذا زي ما موجود في جواز السفر. وتمام، هتدوس على الزرار دوت لما تكون دخلت كل البيانات. تمام، طيب مقام المكان الإقامة هو العائلة. تمام، يبقى لازم تجيب معلومات العائلة وهكذا، العنوان بتاعه، أو مكان إقامة آخر يبقى لازم من خلال الفندق هتاخد معلومات إن أنت موجود في أي فندق، إن أنت حاجز، يعني أنت جاي مش هتقعد في الشارع، انت حاجز مكان معين وهكذا، فبتدخل البيانات. ودي بقى الارقام، لو انت ليك حد مثلا قريبك في قطر وكذا تقدر انت تدخل البيانات بتاعته. تمام، الموافقه بتجيلك خلال يوم، وانت ممكن من موقع هيا في بعض
الأسئلة المتكررة هم حاطينها بحيث إن حد ناوي يجي يبدأ إن هو يقرأ الأسئلة ديت اللي هي بتتكرر كتير. تمام، الأسئلة المتكررة هيت، وعيد تاني وتالت ورابع. دي مش انت بتدور على شغل، لا، دي ان انت جاي لحاجة معينة، لقاء معين، جاي زيارة، جاي بتتابع حاجة سياحة يعني. تمام، المعلومات حول التأمين الصحي، البطاقة الهيئة، المطبوعة لما زالت متوفرة ولا يمكن استخدامها لدولة قطر. لا، بيقولك المطبوعة لا، اللي هي بقى الصح ان انت بتدخل على الموقع وتعملها من هنا. تمام، لو تم الرفض غالبا بيبقى بسبب الرفض، بحيث ان انت تعالجه وتبعته تاني. يعني مثلا ممكن يكون ايه جواز السفر بتاعك ناقص له اقل من 3 شهور، فممكن يترفض. فدي حاول ان انت ايه تقراها بتمعن وتجاوب على الاسئله بتاعتك. لو عندك سؤال اخر ممكن تبعت لهم، تواصل معنا وتبعت لهم السؤال الخاص بيك. واهلا بيكم.